جوج ملاير و300 مليون تجيب لك شقة أفتروا في الطابق الرابع زائد سطح أطيراس كما نقولوا له. السمة الشقة فيها 100 متر مربع والأطيراس 100 متر مربع، عندك طابقين اللي تسع إطلالة رحمة ربي في برج الكيفان تحديدا في لافاج، عقد ملكية زائد دفتر عقاري صافية وافية ما يخصها والو. مفينيا راهي تتباع بالقش بهذا السعر خاوتي، جوج ملاير و300 راهي بالقش نتاعها. اللي حاب يستفسر والله يجي يشوف ولا اي حاجه، الرقم اللي متعلم السكلب بها اراهو في الفيديو خاوتي، اتصلوا به وبربي ان شاء الله هذه الحاجه ما تندمش عنها. والاثاث الاخرى وماهوش مستعمل خاوتي راكم تشوفوا فيه دبل في، واش نقول لكم افير تاع ابطال وفرد له محسوب راك يعني راك في العاصمه كومبلي ديرك 10 دقائق وانت فاري امورك كل. والسعر تاعها نشوف فيه في متناول كشغل الحقها تاع 200 متر هذه اللي افتر 100 متر بليت ساعة وزيد لها 100 متر اطيراس، انا نشوف فيها مليحه وزيد لها راح يبيعها لك بالاثاث نتاعها، ثم قادر تدخل تسكن طول. شوفوا ربي يبارك لافينيسيو تاعها وكوا غطا صافين عقد ملكيه ودفتر عقاري، يعني ما عندك على واه تخاف. شوف مفينيا الابسط التفاصيل، حط قشك اسكن ديريكت اخي المواطن. اللي يقول لي هذه مش افير نعرفه هو ما يعرفش، وهو خطيه العقار الله غالب، ما نقدرش نتناقش مع انسان كشغل ما يفهمنيش مليح ما نكثرش معاه، نهضر له كلمه زوج شوفوا مش يحوس يقتنع ما عندي ما ندير له. المهم خاوتي لافيري قدامكم اللي انتيريسي، الرقم راه في الشاشه تاع اللي مستكلب بها، واهلا وسهلا بالجميع.